مرحب حبيبي، اليوم بدنا نقلي مع بعض البيض بطريقة كتير روعة. أنا أول شي 3/4 الكوب حليب، كوب صغير أكيد، رشة ملح صغيرة، ملعقة صغيرة طحين، 3 بيضات. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط الحليب، كمان الطحين والملح، خلطهم منيح مع بعض. طريقة كتير جديدة وروعة. خلطهم منيح ليروح التكتلات. بس خلطهم منيح هلا بنحط البيض فوقهم. بخلطهم منيح كمان مع بعض. بس خلطتهم منيح هلا بدنا نكفي الطريقة. حطيت بالمقلية 3 معالق طعام زيت زيتون، والغاز كمان حطيته على درجة حرارة وسط. بس يحمى الزيت شوي بحط البيض. هلا بحط البيض. بسم الله. برش فوق رشة بهار خفيفة بتعطي الشكل ونكهة كتير حلوة. رح اغطي المقلاي. صارت عنا بهيدا الشكل. هلا بدي اقلبها لتستوي من هيدي الجهة. ما شاء الله. هيدي افضل. بسم الله. شكلها عن جد كتير لونها روعة. هلا كمان بتركها شوي لتستوي من الأسفل. بشوف كيف صار لونها من الأسفل. ما شاء الله. هاي هي. هلا بقلبها على الصحن. هلا بدي اقلبها على الصحن. بسم الله. واو ما شاء الله. شكلها شو حلو. هيدا الشكل النهائي. لنشوف كيف طلعت من الداخل مع بعض. هيدا الشكل النهائي. هيدي الفطيرة اللي عملتها أنا وياكم. هذا البيض المقلي اللي عملته أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.